بالظبط. طيب احنا بنتكلم على انك انت كسرتي تابوهات للمجتمع، لان في المجتمع التقليدي تبقى بعض المفاهيم اللي موجودة بقالها سنين طويلة وصعب او مش من السهل انها تتغير. فمثلا ايه الحاجات اللي قابلتك، العقبات اللي انت تعتبري يعني قدرتي تتغلبي عليها وتوصلي انك تبقي فعلا انت فاشن ديزاين، مصممة ازياء، يعني مش مجرد ترزي؟ لا طيب قولي لي بقى. هو الاختلاف بس فكرة ترزي او مش ترزي، هو انا بعمل البيس فروم اي تو زد، يعني انا بخيط وبفص وبقص وبرسم الرسمة في دماغي. انا شايفة ان فكرة ان انا بخيط دي حاجة طبيعية اصلا، المفروض كل بنت تكون بتعرف تخيط من زمان قوي، والطبيعي في اي بيت ان يكون في مكنة خياطة، وان تكون اي بنت بتعرف تفصل على الاقل حاجات بسيطة يعني. فمش شايفه ان ده خالص في تناقض او في حاجه عيب يعني، ده بالعكس، ده انا حاسه ان ده اوبشن يعني، ده شيء جميل جدا. بس ده كان موجود في الاجيال القديمه. يعني كونك انك انت من الجيل الجديد ولسه طالبه في الجامعه وبتقولي لي كده، معناها انك انت محتفظه بشويه تقاليد حلوه قوي. ما يعني هو اصلا بدايه الموضوع انه كانت مكنه ماما موجوده في البيت، فده ساعدني اكتر. بعد كده جبت بتاعتي، فالموضوع بدا من انه كان موجود اصلا في البيت يعني. بدات من وانت صغيره وانا خالص صغيره، وكنتي بتفصلي اظن للعرايس واللعب بتاعتك.